صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطيلي لايك للفيديو ده واشترك في القناة لو اول مرة تشوفيني. يلا بينا نبدأ الفيديو ده. كده كان الفطور بتاعي امبارح يا جماعة، طبعا كان معايا كوباية النسكافيه القمر بتاعتي، وبيض وفلفل الوان وخيار. يعني فطرت فطار صحي، بقالي كتير قوي ما كنتش فطرت فطار صحي. بعد ما فطرت على طول دخلت كده على الصاله، بدات ان انا اكنس الحته دي كده زي ما انتم شايفين. قلت بقى اظبط الدنيا كده، لان بجد الدنيا كانت محتاسه جدا في الكتاشي بتاعت مارون وكده، وكان لازم اعمل كده لاني ركناهم بقالي اكتر من شهرين، وكلهم اتطينوا وكلهم كانوا عايزين يتغسلوا، كلهم بجد بجد اتدمروا يعني. المهم خدت كده المكنسه وبدات ان انا اكنس وظبطت الدنيا. وبعد كده بقى برضو كانت السفره كده فيها شويه بقع، انتوا عارفين ان انا مسح الشقه كلها، الكلام ده من 3 4 ايام بس. كل ما اكل طبعا بمسح بعديها، بس اللي هو عارفين لما حد يحط ايده كده، فلما شفتها بالمره قلت بالمره انا كده كده ماسكه القماش وكده بالمره، يعني ان انا ايه امسحها، فاهمين قصدي؟ بس بقى رحت جيت مسحت السفره كده وقعدت لما فيها وظبطتها كويس جدا بالجلانس ده. هو ده مش جلانس، اسمه جلاسي، مش عارفه ماركه تانية يعني، بس كويس على فكره، حلو جدا، بستخدمه من ساعه ما اتجوزت، معايا ستوكات منه برضو كويس قوي. المهم برضو كان في حته في السفره كده كان حد حاطط عليها كوبايه، قلت برضو لمعها عشان ما تكونش متكتله وشكلها مش حلو. وبعد كده لقيت الطرقه برضو عايزه تتكنس شويه، قلت برضو هكنسها كده سريعا. زي ما انتم شايفين كده جبت المكنسة والجاروف وبدأت بقى اجمع التراب اللي كان موجود، وبجد كان فيها حبة تراب حلوين يعني، اللي هو لا 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 كان فيها تراب يا جماعة. وبعد كده بقى طلعت ده من الجزامة عندي لاني ما كنتش عايزة، قلت ماما تاخده، اي حد ياخده، بس لقيت ماما بتقولي خلاص انا هاخده كده تمام، فقلت لها خلاص خدي لاني كده كده مش محتاجاه. خدت بقى كل الكتاشي بتاعت مرون ونقعتها، يعني انا غسلت شويه على ايدي كان خفاف عايزين يتمسحوا بس كده مسحه خارجيه، والباقي كان عايز يتنقع زي ما انتم شايفين. سبته منقوع لمده ساعتين، وبعد كده رحت جيت بقى ايه مطلعهم ظبطهم. انا بقى كنت جايه وتمر كده جماعه، انا خلصت تعرفوا كده بجد خلصت. انا طالما في تمر في البيت ما بعرفش اسميه حرفيا، يعني لازم اخلص عليه في نفس اليوم، وانا مش عارفه ليه يعني، بس بجد التمر بالنسبه لي تحفه. انا بعشق حاجه اسمها تمر اساسا يعني، فبحب كمان اللي هو المعلب، ما بحبش الفرط اللي موجود في السوبر ماركتات او في اي مكان، لا بحب اللي هو المعلب اللي بيكون في علب، فبجد بعشقه يعني، وبفضل باكل فيه طول النهار والليل. تعالوا نشوف بعد كده. صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انت بتشوفي فيه الفيديو بتاعي ده. حابه اعترف اعتراف جماعه، كل واحد يعمل الحاجه اللي هو بيحبها عشان دي الوحيده اللي هتخليه كويس. المهم تعالوا ندي ايزابيلا الفيدروب بتاعتها، بصوا هي هتشوف اي كيسه بتلخبط هتبقى عايز تمسك، وانا هاخد دواء الغده بتاعي. طلعت كده ازازه ميه قد الدنيا ماشي، وهبدا استني يا بيلا اطلع الدواء الغدة بتاعي اللي هو ده دواء غدة 25، يعني ياخد منه 3 لاني باخد جرعة 75. اوكي ماشي، عندي هنا ده الفيدروب طالع عينيها طبعا عشان قربت تخلص. انا كده شايلها ستاك من كل حاجة، وده الحديد برضه هديهولها بس كمان شوية. بصوا يا جماعة باخد يختي يا ايزابيلا يخرب بيت. بصوا يا جماعة بجد انا يعني اقول لكم ايه، ما بلحقش اتكلم ولا اصور، هو لسه موجود. هديها 4 نقط. افتحي بقك استهاني بنتي، افتحي بقك يا بيلا. ده احنا ايه ده يا ربي، بت خلاص يا جماعه شقية جدا. بس كانت هتكب الفيدروب، الحمد لله ان انا انقذت الفيدروب من ايديها، حاجه بجد غريبه. خليكوا شاهدين عشان بس انتوا بتفكروا انها غلبانه وكده. بص مسكت الشريط بتاعي، قولوا لي بقى انا اعمل ايه يعني، قولوا لي. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه، شايفين باليت البامبرز دي اللي احنا لسه جايبين واحده ماشي. احسن حاجه بقى في الموضوع، بصوا هي ايزابيلا مش هتحلها، انا بجيب رقم 4 يا جماعه عشان هي بتبدا من 7 كيلو تمام، فيها 58. ناس كتير قوي عماله تقول لي مولفكس وحشه، وبجد مش بتبطلوا تقولوا لي مولفكس وحشه، انا شايفه انها معايا كويسه عادي،
يعني انت تقدري تخلي البامبرز اللي مش كويسه كويسه ازاي، انت تغيري باستمرار، ان انت تحطي كريم الحفاض اول باول، مفيش مره ما تحطيش فيها سواء زيت جونسون او سواء زنك اوليف او سواء اي حاجه. ماشي، كنت اقول لكم ايه، دي المفروض مروان بيجيبها ب 260، عارفين جابها بكام؟ جابها ب 230 يا جماعه. في واحد بيبيع بالجمله بيوزع للصيدليات مندوب، فهو صاحب اخو مرون فبيديهم بقى ايه بسعر الجمله وكده. هو مرون اول لسه مكتشفه، انما اخوه كان بيجيب منه من زمان. ده شكلها يعني، هي بصراحه يعني بتقعد اقل من 15 يوم، يعني بتقعد 10 ايام تقريبا، 11 يوم 12 يوم لما نقول انها قعدت معانا فتره طويله. طب ايزابيلا مش عايزه تحلها، ايزابيلا عايزه تفرتكها كده اول ما جبناها. اي بي سي يعني يا جماعه، اي بي سي فرتكه. فبقى ايه، هغير لها انا دلوقتي، هجهز لها حاجتها. اخد واحده كده، مش عارفه انا خدت منها اصلا ولا لا، تقريبا لا ما خدتش منها ولا واحده. هنستفتحها مع بعض، احنا فتحناها عشان مروان بس كان عايزنا نتاكد انها، مش عارفه كان عشان مروان بيشك ان هو بيبقى جايب حاجه غلط، يقعد يقول لي هي دي البامبرز اللي تستخدمها، عشان هو ايه مش بيحفظ الاسماء قوي، فبقعد كل شويه اما اللي اسمها اما يقول لي هي دي هي دي. امين، احنا كده ناخد واحده اهو، يلا بينا نغير، شيل دي على جنب، هطلع لها الحاجه بتاعتها عشان نغير لها. بصوا هي ما بتحلش اي حاجه يا جماعه، اي حاجه تبقى موجوده بتمسكها على طول بجد. بصوا يا جماعه، طلعت لها ازازه المايه دي، دي بمسح لها بيها بالقطنه تمام، لانها بتبقى عامله ميه بس فاهمين، فمش هينفع برضو غير كده، بحبش احط الوايبس برضو. وطبعا الدنيا ساقعه ان انا اقوم اشطفها. وطلعت لها المفرش بتاع الغيار والبامبرز والزنك اوليف، ده انا اسماه لانه خلاص بيشحور يعني بيخلص، فقلت اقسمه كده واظبط الدنيا تمام. دلوقتي هغير لها بقى عشان خاطر ما تتسلخش جماعه، حتى لو البيبي عامل ميه بس لازم يغير. في ناس بتستنى ان هو يعمل ستول عشان يغير، لا لازم يعمل، يعني مش لازم يعمل لازم يكون نضيف دايما سواء ميه او ستول فاهمين. فهي بتزعق ومعترض على كلامي، خلاص هي بتعترض وخلاص، ايا كان الكلام عاجبها او مش عاجبها يعني. تقول بابا يا جماعه، تقول بابا معاكو وبتقول ماما دلوقتي شويه، ماشي بابا في الشغل. فهروح اغير لها كده يا جماعه ونشوف هنعمل ايه تاني. عايزه اكلمكم سريعا كده عن الليب كلوز ده، بصوا كده شكله، اللي هو القلب ده اللي هو الكوري يا جماعه، شكله حلو قوي، بينفع للشنطه، كنت جايباه وقت جهازي ولسه مطلعاه كده، حطاه هنا على التسريحه وكده، شكله حلو قوي وبيديكي لون بينك كده فاهمين، اللي هو من غير ما يجفف الشفايف، فعجبني اللي يلاقيه في اي مكان يجيبه لانه بجد رخيص والافكت بتاعه حلو. كان سعره 25 جنيه، بيدي لون تحفه للشفايف يا جماعه، بجد اللي يلاقيه في اي مكان يشتريه على طول، تحفه. واي حاجه كوري عامه حلوه، انا ما شفتش حاجه كوري وحشه ابدا يعني بجد، حلوين. استناني في فيديوهات جايه كتير.